فتحت باب القب، كان الظلام حالكا، ولكن سمعت شيئا يتحرك ويصدر أنينا. رميت المفتاح في الأرض وصرخت: أحلام، لنهرب. مرحبا، أنا آدم وعمري 54 سنة، وجئت أخبركم عن قصتي حينما كان عمري 12 عاما. كانت أسرتي الصغيرة تتكون من أبي وأمي وأختي الرضيعة بيان. سأحكي لكم ما جرى لي في إحدى العطل الصيفية. بعد انتهائي من الدراسة، قرر والدي الذهاب لقصر والديه لقضاء عطلة الصيف. عندما اجتمعنا على طاولة العشاء، قال: لقد مضى زمن لم نمكث فيه عند والداي في عطلة الصيف، هذه المرة سنذهب ونبقى مدة أسبوعين كاملين. هل جننت؟ أنا لن أبيت ليلة واحدة هناك، يكفيني أنني أذهب كل يوم جمعة إلى هناك، ولكن هذه عطلة وأختي رزان قادمة أيضا. ستكون سعيدا بذلك يا آدم، ستحضر معها ابنتيها التوأم، فهما في مثل سنك، وستلعب معهما وتستمتع كثيرا. فرحت لسماع ما قاله والدي، فأنا أحب المكوث في قصر جدي، وخاصة ما دامت هناك رفقة، ولكن والدتي لا تحب البقاء هناك ولو للحظة. كنا نذهب كل جمعة صباحا ونعود قبل أن يحل المساء، وفي اليوم الموالي حزمنا أمتعتنا وانطلقنا لقمة الجبل أين يقع قصر جدي. رغم امتعاض والدتي ورفضها للأمر، وصلنا إلى هناك، رحبت بنا جدتي وأدخلتنا لغرفنا. كانت عمتي رزان قد وصلت قبلنا، هي وزوجها والتوأم أحلام وأنغام. أما أنا فأخذت التوأم وركضنا نحو المزرعة. لعبنا مع الحيوانات حتى حل المساء. اجتمعنا على طاولة العشاء. سألت والدتي: ألا يزال على حاله مثلما تركناه المرة السابقة؟ نظروا إليها بغضب ما عدا جدي. كما ترين لا يسمعون كلامي أبدا. طلبت منهم أن يقضوا عليه، لكن لا أعلم لماذا يحتفظون به لحد الآن. ضربت جدتي الطاولة وقالت: كفى، أنا لا أسمح لكم بالتحدث عنه بهذه الطريقة، ولن أسمح لكم بالتخلص منه. عما تتحدثون؟ أنا لا أفهم ما تقولون. انهضوا يا أطفال إلى أسرتكم، هذا حديث الكبار. غادرنا غرفة الطعام ونحن نتمتم. قالت أنغام: يجب أن نكتشف عما يتحدثون عنه، نحن أيضا كبار. دع الأمر لي. راقبتهم حتى غادروا إلى غرفهم إلا جدتي، حملت صحنا من الطعام ونزلت إلى القب. تبعتها، فتحت الباب، قالت بضع كلمات ووضعت الصحن وعادت. ركضت نحو سريري كي لا تراني. فكرت: من هناك يا ترى؟ هل هو حيوان أم ماذا؟ ما الذي تخفيه جدتي؟ حل الظلام ونام الجميع إلا أنا. كنت أفكر في القبو وما يحويه. في هذه الأثناء سمعت أنينا يتبعه صرخات وآهات. تملكني الرعب وتكورت في فراشي. في الصباح سألت والدي، فقال: أنا لم أسمع شيئا، إنها مجرد خيالات، كنت تتوهم فقط. سألت التوأم، قالت بأنهما لم يسمع شيئا أيضا. آدم، سمعت والداي يتحدثان عن أختك الصغيرة ليلة البارحة. لم أفهم ما الذي قالاه، أخبريني، ربما يساعدنا في بحثنا عن السر الذي يخفونه عنا. سمعت والدي يقول لأمي: ما كان على أخيك أن يحضر رضيعته إلى هنا، أليس خائفا عليها؟ فأجابته والدتي: لا داعي للخوف، إنه مسجون ولا يمكنه الوصول إليها. انصدمت لسماع ما تقوله. هكذا إذن جدتي تحتفظ بوحش الأطفال في قبوها، هو من كان يصدر ذلك الصوت البارحة. لا داعي لتضخيم الأمور، جدتي لا تفعل شيئا مثل هذا، بالإضافة إلى أنه لا أحد منا سمع هذه الأصوات عداك. حسنا، سأكتشف ذلك السر بنفسي، سأذهب ليلا لأعرف مصدر الصوت. سألت جدي عندما كان وحده: جدي، ماذا يوجد في القبو؟
نظر إلي بعينين ثاقبتين وقال: ويحك، هل ذهبت إلى هناك؟ لا، أنا أسأل فقط. لا يوجد شيء، وإذا سمعتك جدتك بأنك ذهبت إلى هناك ستقتلك دون رحمة. زاد الفضول بداخلي. الشيء الموجود في القبو ثمين وغال عند جدتي، أما جدي غير مكترث لأمره. جدتك مخطئة في قرارها بالاحتفاظ به وستندم على ذلك. أي قرار؟ لا عليك، لا تزال صغيرا، ستكبر وتفهم ما أقوله. عدنا للقصر، تعشينا وغادر كل منا إلى فراشه. أما أنا فتبعت جدتي مثلما فعلت المرة السابقة. وبعد أن عادت من القبو وخبأت المفتاح في مكانه الخاص وأوت إلى فراشها، أخرجت المفتاح وانتظرت حتى سمعت شخيرها. توجهت للقبو وهممت بفتحه. سمعت صوتا من خلفي فقفزت. ما الذي تفعله؟ إنها أحلام، لقد أرعبتني. وما الذي أحضرك إلى هنا؟ لقد توقعت منك أن تفعل هذا، ألست خائفا من جدتي أن تعاقبك؟ سألقي نظرة فقط وأغادر، لا تخبري أحدا، بشرط أريد أن أعرف أنا أيضا ما الذي يوجد بداخله. حسنا، تعالي معي. فتحت باب القبو، كان الظلام حالكا، ولكن سمعت شيئا يتحرك ويصدر أنينا. رميت المفتاح في الأرض وصرخت: أحلام، لنهرب. ركضنا نحو أسرتنا واختبأنا تحت الغطاء، وما هي إلا لحظات حتى سمعت جدتي تصرخ بأعلى صوتها: النجدة، أنقذوني. لم أستطع مغادرة فراشي ورؤية ما حدث. ركض الجميع نحوها. أصبح القصر في حالة من الفوضى، الكل يصرخ. دخلت والدتي إلى غرفتي، كانت تحمل أختي الصغيرة بيدها. حضنتني وقالت: الحمد لله أنك لم تصب بسوء. ما الذي يجري؟ لا شيء، لا داعي للقلق. فتح باب غرفتي، دخلت عمتي مع توأمها. اتركيهم معك واحرسيهم جيدا، سأرافق والدتي فهي في حالة مزرية. لقد حذرتكم وحذركم والدكم، ليتكم استمعتم له وقتلتموه قبل أن يؤذي أحدا. لم تجبها عمتي، بل غادرت وصفعت الباب خلفها. رحل جدي للأبد، لن نراه مجددا. مات؟ كيف حصل ذلك؟ لا أعلم، لكنه وجد مقتولا في غرفته والنافذة مكسورة. أظن أن شخصا دخل من الخارج قتله وغادر. قاطعتهم والدتي: كفى، لازلتم صغارا على هذا الكلام. لقد سقط جدكم من سريره وتأذى، هذا كل ما في الأمر. بدأت أضرب أخماسا في أسداس. هل أنا السبب في موت جدي؟ هل الشيء الذي كان في القبو قتل جدي؟ ماذا يكون يا ترى؟ يجب أن أجد إجابات لأسئلتي. أصدقائي، تابعوا قصتي في الحلقة القادمة. ما سر القبو؟ وما الشيء الذي تسبب في موت جدي؟